السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل النهاردة يعني مبادئ الشطرنج وكيفية تحريك القطع. هنا هو نشوف الفيل ان هو بيتحرك على وتر، دايما ما بيتحركش على خط مستقيم، يعني عكس الرخ اللي احنا شفناها في الحلقة اللي فاتت. لو بنيجي كده هو مثلا لموقف سيدة، بنجد ان الفيل مثلا ممكن يمشي وتر كده زي كده، وبعدين يبتدي ياخد القطعة ديت وهكذا إلى أن يجي. ممكن يكون في حل أسهل، أعتقد ده يمكن قد يكون أسهل حاجة. 1 2 3 4 5 6. معرفش هل في حاجة أسرع، تعال نشوف كده مع بعض. ممكن يكون 1 2 3، بس برضو هيبقى عندي هنا 4 5 هتبقى مشكلة. فبتهيألي ان هو 1 2 3 4 5 6. نشوف الموقف اللي بعده. عندنا هنا الفيل دوت ياخد دول، فنفس الكلام الفيل بيتحرك بيفضل في نفس اللون، ما بيتغيرش لونه. احد الناس اللي كانوا بينصبوا في اللعب، يعني في لعب القهاوي وكده، هو ان هو مثلا تلاقيه في نهاية الدور او في نهاية الدنيا بقى معاه فيل لونه مختلف. يعني كان مثلا اول قطعة اتخرج منه الفيل الابيض، وبعد كده في نهاية الدور غير او يعني لعب مش مظبوط، يعني فما معاه برضه فيل ابيض. هنا هو نفس الكلام، انا ممكن امشي كده، ادي 1 2 هو 2 اهو، وبعدين 3. كل ده مش عارف، يبقى مش هتيجي. يبقى انا ممكن اقول لا، تعالى كده نلغي الكلام ده، نقول بحاجة تانية. طب ما تيجي الاول كده ناخد ده بواحد، وبعدين نرجع تاني لحد هنا باتنين، وبعدين هنا بتلاتة، وهنا باربعة، وهنا بخمسة، وهنا بستة. في حل تاني ممكن مثلا، مش عارف، يعني انا بتهيألي ان ده قد يكون افضل حل. احنا كده قلنا ممكن يكون كده 1، وبعدين 2، وبعدين 3، 4 5 6 7. لا هو 6 بس يكفي. يبقى تعالى نشوف تاني، ادي 1 2 3 4 5. ده كده انا غلطت، 6 7 8. ده مش ايه، مش البيست، يعني خلينا نرجع تاني للموقف، مش البيست دوت. فهنقول مثلا ادي 1 2 3 4 5 6 7، يعني مش البيست برضو. تعال نشوف لها حل تاني، احنا عايزينها تبقى، ويعني اذا قلنا 1 2 برضه نفس الفكرة، 1 2، لا 1 الاول، 2 3 4 5. مش عارف لها هل هي تيجي في اقل من كده، يعني هل هي لها حل؟ يعني اسيبكم كده تفكروا، يعني 1 2، طب 1 2 3 4 5، برضو مش جاية غير 7. يعني اصل هي الفكرة دي 1 2 3 4 5 6، برضو مش جاية غير في 8. مش قوي يعني، مش الممتاز، مش الحل الصح. 1 2 3 4، وهنا نفس الكلام، 5 6 7. مش لاقي لها حل اكتر من ان هي تبقى 6 نقلات. يا ريت لو حد برضو لقى حل يشيره. نشوف اللي بعده. هنا هو نفس الكلام، 1 ممكن نقول مثلا 2 3 4
خمسة ستة سبعة تمانية، مش الواو قوي، مش الواو خالص. نقول تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، أعتقد دي كده واو، دي ممتازة. في دين إن هو مطلوب إن هما يغطوا كله، فأنا معايا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، معايا فلين المفروض ان هم ياخدوا كل دول. فتعال نشوف، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، او تسعة كمان، 10، مش الواو يعني. لو قلت الواو كده احنا خلصنا التريننج بتاع الفيل. مشكور كتير جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.